اليوم حنتعلم التكنيك لتعمل جول كيبر جول كيكس مثل البرو. يلا ليتس جو. فرجيكم كمان ماي اون واي بالجول كيبر جول كيكس. بحط الطابي انا. اوكي. انا دايما برجع خمس فشخات لورا. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. فشختين على اليمين عالشمال عفوا. فشختين عالشمال عفوا اذا كانت الجول كيك تبعي عالشمال. عالشمال انا هوني. وإذا كانت على اليمين كمان نفس الشيء نرجع 5 ستيبس لورا اثنين على اليمين نستعمل اجري الشمال إذا كانت الجوكيك على اليمين ماشي يلا اوكي أول ستيب لتعمل جوكيك مظبوطة أول شيء لازم تشوف الطابق بالليسز مثل ما هلا شايفين من هون من هيدا السبوت تبعنا بالليسز اوكي كمان تاني ستيب لازم انتبه لها كمان لما نشوط الطابق لازم نشوطها من النص من البوتوم سبوت مثل ما شايفين من هون من هيدي الزاوية اوكي ليتس جو تو ستيبس على اللفت واحد اثنين ودايما بس ما نشوطها بالليس تبعنا ترجعوا بعد بكون احسن ما بدكم اوكي ولا ما نشوف قد ايه رح تقلط الطابه ثواني يلا جاهز اسرما ها يلا Let's go guys. هيدي التكنيك المزبوط. شايفين كمان الجول كيك كتير مهمة بالنسبة للحارس كمان وفي دريلز كمان كتير حنزلها بفيديو تانيين كيف نسيب الهدف اللي بدنا اياه ونزيد الباور تبعنا بالجول كيك كل شي حنحكيه ان شاء الله بفيديو تاني. اليوم حفرجيكم ثلاثة هاكس لتزيد جريب تبع going to the supermarket to get or the library to get some sticky things sheep sticky things let's go guys مناش نعمل goalkeeper hacks فاضي شيء and now I'm waiting the cameraman my cameraman as you see he's always late Oh my god, welcome! واخيرا واخيرا اجى الفوتوغرافر. السلام عليكم. اول شيء حنجيب الكلو. علي صوت. وحنجيب كمان هذا اليو اتش يو. شو بيقولوا له؟ يوهو. يوهو. هلا كمان بدنا نجيب شغله كثير رخيصه من السوبر ماركت كمان بتزيد جريب للجلوفز ليتس جو يلا امشي اليوم حفرجيكم ثلاثه هاكس لتزيد جريب تبع الجلوف اول شيء حنستعمل الجلو بان اكيد حتستغربوا يعني جريب تبعه كثير قوي على الجلوف بس اكيد مش لازم نكتر كثير هلا كل تفاصيل حنحكيها وحنستعمل كمان اليوم الفازلين مثل ما شايفين هي شوي القصة غريبة يعني بس الفازلين كتير حينفعنا كمان حنستعمل للشي اسمه الجلو ستيك مثل ما شايفين وكل التفاصيل هلا نشرحها بالفيديو هلا اول شي كمان حنستعمل الجلو بان كتجربة خلينا اول شي نحط على الجلوف بس اول شي لازم نحط مي شوي على الجلوف عشان ما يكون رطب شوي عرفتوا كيف طيب اوكي حنفتحها شيت انكسر سنة اوه شيت حطه مش كتير حلو قرب قرب لفرجيهم مناش نحط كتير يعني نحط شوي هيك اوكي 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 وهلا شو بنعمل؟ خليني اسكر العلبة انا اوكي اوكي وهلا بنعملهم هيك خلينا ياخذوا كل مساحة الجلوف اوكي
ما شايفين شو عم بعمل. وهلا كمان بنتركهم فيكم تتركون بالشمس بحيالله شيء، بس لا بالشمس بفضل ما تحطون عشان احسن ما ينشفوا دغري. هلا بجيب الجلوف الثاني كمان وبحط عليه هيك، او مش ضروري تحطه بس انه يبين شو اسمه. اوكي كنت لشوف لفرجيكم الريزلتس. خليني البس على الجلوف انا كمان. هلا بنعمل له تيست على الطابة ما شايفين. اوكي قرب قرب يا حسن، قرب قرب قرب. اوكي اسمعوا الصوت. اكيد حتستغربوا بالنسبة للجريب، جريب كتير قوي حيكون مثل ما شايفين. هلا بنجرب على الطابة. I think I will catch it. قرب قرب عشت. هي او هي فيرست تراي شيت. عم تصحى عرفت كيف؟ احسن من الجلوف بلو بالنهاية. حرجع اعمل لاست تراي. اوه شيت جريبت نار شباب عن جد نار. كان لازم انا انطر شوي ليسحب اللاتكس يسحب الجلو يمشي الحال. Let's go guys. بوف كمان هنعمل تيست بالهاندلينج ويلا let's go. اوكي اسمعوا الصوت مثل ما شايفين. Amazing grip guys, amazing grip. اوكي يلا هلا بول بالبول. يلا وقف قدامي. جريب كتير قوي يا شباب، كتير قوي الجريب. مع انه هيدا الشيء ما توقعناه، بس الجلو كمان بيعطوا دوره كتير فعال. مثل ما شايفين كمان هلا حط بعد شوي زيادة لنجربه على البوست إذا بلزق على البوست. اوكي مش كتير هلا، نحن اوريدي حاطين بس مش كتير. اوكي ما بدي كتر. وكمان بدي اعطيكم تيب تاني، بس تخلصوا من هيدا الكون لازم تحطوا مي، تحطوا مي تغسلوا الجلوف بمي عشان يروح هيدا الجلو. عرفت كيف؟ عشان ما بيسوى يضلوا كتير على الجلوف، عشان بس تركوه على الجلوف حيصير يقشر يقشر الليتكس. اوكي مثل ما شايفين هلا خليني بس ليعطي شوي ليسحب اللاتكس الجلو. اوكي هلا حنجربه على البوست مثل ما شايفين، نشوفه اذا حيلزق. اوكي مثل ما شايفين لزق كتير، ففعالية الجلو كتير قوية كتير قوية. واذا بدكم تشوفوا كمان شوي نوع الجلو هي يو اتش يو ما بعرف شو اسمه. اوكي وقع الجلو anyway. وشو اسمه كل الجلوب يختلف عن التاني، فاذا كان موجود هيدا عندكم فيكم تستعملوه احسن. وكمان هلا حنعمل تيست كتير قوي على ماي بارتنر ماي براذر عفوا خيي اذا حيلزق او لا. اوكي اطلع امي اسوما امي اسوما. اوكي مثل ما شايفين لزق. Get the grip guys, get the grip guys. No need for glove glue ابدا. في كون استعملوا هذا الجلو كتير قوي. اوكي ليتس جو جايز التجربة الثانية. بس نخلص من الجلو كيف نرجع نقيمه؟ بدنا نحط شوية مي مثل ما شايفين. يعني دغري دغري عشان هلا مثل ما شايفين الشمس كتير قوية، لازم نحط دغري المي. يعني خلصنا منه دغري عشان ما يبقوا على الجلو، ما يبقوا على الجلوف عفوا. اوكي مثل ما شايفين بهي الطريقة. نحط بعد مي. مثل ما شايفين السمك هيك شوي عم بيروح. هلا بس جربوه حتشوفوا كتير شو اسمه. اوكي تقريبا صرنا خالصين، وحتشوفوا انتو كمان حتشوفوا فرق شوي هيك اللاتكس حيعمل هيك. بس تتركوا الجلوف بالشمس حيصير يقشر هيك يعمل خطوط
بس تكوب الشمس فيتك جلوف عليه، فمش لازم. انا مره تركته عشان هيك مبين، عشان فرجيكم. فتاني مرة ما تتركوا الجلوب الشمس، ويعني دغري خلصتوا منه اغسلوا دغري. تاني تريك حنستعملها كتير قوية، الفازلين مثل ما شايفين، بلو سيل لايت هايدريتنج جيلي الو فريش. ليتس جو جايز. اوكي هلا خلينا نفتحه. اول شي بس افتحوه وقيموا هيدول. اول شي اللي عنه هيدول بيجوش كتير منيح، مثل المي بيجوا، عرفت كيف؟ اول شي بتقيموهن. وهلا خلينا نجربه للفازلين على الجلوف تبعنا. ليتس جو. ودائما بس بنستعمل الفازلين هو الاحسن يكون بالبراد، يعني درجه يكون منيحه، عشان هلا مثل ما شايفين بالشمس حيدوب، بس يدوب كثير ما عادش بيرجع يعطي كثير الليتكس جريب قوي. anyway حنجرب هلا كمان نحط الفازلين على الجلوف تبعنا. مثل قبل شوي كمان نفس الطريقه، مش لازم تحطه كثير، يعني انجا اتلت ايضا بيمشي الحال. اوكي بعد شوي هون وهون واخر فينجر. اوكي وهلا ننطر شوي لايك 3 مينتس عشان الليتكس تو ابزورب ذا فازلين، وبيمشي الحال. وحنجربه هلا كمان نعمل له ريفيو. Let's clean. حنجرب هلا على البول. اوكي فيرست تراي. مش عم يلقط كتير مثل الجلو اللي قبل. خلينا نجربه. هو عم طش طابي، عم بيفلك صراحة الفازلين مش كتير منيح مثل الجلو تبعنا، مثل اللي جربناه اول شي. فما صراحة ما حبيته كتير، عشان جريب تبعه مش زيادة كمان، ما في صوت مثل ما شايفين، ما في جريب بالمرة يعني. فالفازلين ما نفعنا كتير مثل ما شايفين. فهلأ كمان حنروح للجلو التاني مثل ما شايفين اللي فرجيتكم عليه بأول فيديو. فلاتس جو جايز. اوكي وهلأ حنجرب الفازلين مثل ما شايفين، ما عطى فعالية كتير منيحة. حنجربه بالهاندلي شوط. not bad. اوكي not bad، بس تقريبا بزحت شوي، مش عم تثبت ايدي ضلها هيك، عم ضلها بتزحت شوي. ما بقصر يلا ارجع. اوكي بعد. اوكي شفتها عم بزحلت شوي، الفازلين ما كتير عجبني صراحة. فان شاء الله هلا كمان بنرجع نشوف الجلو التاني. ليتس جو جايز. اوكي في كمان بدي اعطيكم تيب كتير للفازلين، هي ايجابية على الجلوف كمان، بس بدكم تغسلوه للجلوف فيكم تغسلوه بالفازلين كمان، بتعطي ريحه كتير حلوه الجلوف. اوكي هلا كمان بدنا نشوف مثل ما قلنا الجلو، نجربه على الجلوف. وين الجلو؟ هيدا هو بنستعمله بسكول نحن تقريبا، بس نشوف. حنعمل تراي ونشوف، بس بعتقد انا الجريب حيكون احسن من الفازلين. اوكي اسكو. هلا حنجرب الجلو مثل ما شايفين، بس دايما اول طبقه بتقيموها عشان تيجي ما كتير منيحه، بكون هي حطيناها بس لتغطي الكوفر، فبتقيموها. بس تقيموها ندهن على الجلوف مثل الطريقه اللي فرجيتكم عليها. اوكي هيك البالم منيح. اوكي وهلا من على كل الاصابع. اوكي وهلا بندهن الجلوف الثاني كمان مثل ما شايفين هيدي الطريقة. ومثل ما خبركم انا لازم يكون الجلوف رطب، عرفتوا كيف؟ عشان يغذي ياخذ الليتكس منيح. فقبل ما تحطوا هيدول الاشياء جربوا تحطوا مي خليه مبلول شوي الجلوف. اوكي وهلا بنكون خلصنا، بدنا نسكره مضبوط. ليتس جو اند تشيك ذا جريب جايز. اوكي ليتس جو جايز. اوكي وخلينا هلا نشوف الجريب تبع الجلو. تمام منيح، احسن من الفازلين كمان، وتقريبا منيح الجريب ما اشبه شيء. هلا خلينا نجربه على الطابي. ليتس جو جايز. اوكي خلينا نجربه هلا على البول. هلا انا بعتقد حيضغط، لنشوف. ليتس جو على التست. اوكي هنجرب فيرست تراي. ما لقت
اوكي سكند تراي ما عم بيلعب كمان شيت ما عم بيلعب يمكن كترنا شوية مي على الجلوف عشان هيك ما بعتقد فخلينا نجرب والله هي عم تطج الطابة بركي يمشي الحال اوكي لا صراحة عم بيلعب شوي بيلعب شوي بس عم بيرجع يفرق شيت ما عم بيمشي حاله كتير مش صراحة ما عجبني كتير الجلو بس بضل احسن من الفازلين حتى الجريب كمان نوت باد يعني هلا كمان حنجربه بالهاندلينج ونشوف شو الريزلت اوكي هلا كمان حنعمل تيست للجلو مثل ما فرجيتكم قبل شوي كمان بالهاندلينج يلا ليتس جو جايز اول بعد الجريب تمام ما في اي اشكال بس يمكن عم بزحلط شوي اول not bad grip احسن من الوازن والله منيح اوكي مثل ما شايفين grip كان تقريبا احسن من الوازن بس بيضل كمان يعني مش بطال ابدا اوكي دايما بس ما ننزل على الطابة بس ما نطلع كمان تطلع هيك بالبوكس عشان اذا طلعت على البالم حيتوسخ الليتكس تبعك ومثل ما شايفين انا لما نزلت كيف نطع كتفي ودايما رجليك لازم يكونوا مرفوعين هيك ما شايفين وحده فوق وحده تحت عشان تحافظ على التوازن اوكي تاني مستيك بيعملوه الحراس كمان كيف بيشلحوا الجلوف تبعهم دايما بيشلحوه بطريقه غلط مثل ما شايفين هيك هيك رح اول شيء حفرجيكم كيف بيشلحوه غلط هيك غلط كتير كتير غلط اوكي هلا حرجع فرجيكم كيف بتشلح اول شيء تقيمها اخر اصبع رجع لي بعده كانت ما شايفين بهيدي الطريقة لحتى يصير يطلع النص هلا مثل ما شايفين معش في ولا طرف اصبع باقي هون اوكي هلا بس نسحبه شوي من هيدا المال من الاطراف يمين شمال اوكي لا يطلع مزبوط وهيك كون شلحنا الجلوف بطريقه مزبوطه ما خربنا شيء ابدا بالليتكس اوكي ثالث مستيك كمان بيعملوها الحراس بوقفه على الجول لما يواجهوا طابه اماميه مثل هلا شايفين يلا ليتس جو قبل اوكي هيدا كمان مثل ما فرجيتكم هيدا الغلط دائما الحارس بيعملوه البيجنرز مثل ما شايفين دائما لازم نواجه الطابه ظهرنا لقدام ودينا مثل ما شايفين هيك مثل ما شايفين هلا الغلط اللي انا عملته ظهري كان لورا هو مش لازم يكون ابدا لورا انا وجه الطابه من قدام مثل ما هلا شايفين دائما دينا تكون قدام ظهري لقدام اليوم التحدي 50 شوطه فيز هيدا البرو بلاير سترايكر سو 50 شوت تشالنج ليتس جو جايز Yeah.
get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on خلصنا التشالنج واكتبوا بالكومنتس مين ربع السترايكر او انا الجول كيبر اكيد وان شاء الله بنشوفكم فيديو جديد كمان معنا ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب جايز سي يو جايز شمال شمال ما قلت شمال انا عارفه بدك على فكره نقطه الضعف هو اليمين يمينه هو يعني شمالك انت انا عارفه بدك بعد لك شوي انت عشان ما يبانش بعيد دراعي دري ما كان يبان هذي حطوط ما دون هون غلط
هنا يا حيدر. ولا واحد شوك شوك ولا واحد. شو مالك ولا شو مالك ولا تصفر مخيم اخ ولا ايه تزبطش خلاص ما عادش هتزبط ولا واحد. هذه لو شيء على البيضات خي يا عكروتي نايس سيفي انا كل ما بشوط بتراعب في السعينة وتقول ها هي وتاني ما خلص بس اللي عم بعملها غير شايف كم واحدة صار كلهم جيوا من نفس يا كروت هلا هلا لا لا هي هي هلا لا التكنيك الله
لفها لفها بعد. اخر واحد. انت الحكي كتير ها؟ شو قلت لي قبل شوي شو كنت عم تقول لي؟ ها؟ لا كنت عم تقول لي شيء قبل شوي ها ما بعرف شو هو شو قلت لنا؟ لا تقول لي لا ها؟ نغير صوت بس كم واحدة؟ بعد مرة بس بعد مرة يلا بعيدي والله بتزبط كان 18 شو هذا يلا يلا
بعد مره يعني. اي ظهري سريع 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 اي ظهري
بس عليها ما عاد بصير عندكم. Guys, welcome to my YouTube channel. Today's video is all about a striker with a goalkeeper. Striker will be having 16 goals from 4 different angles. Let's go, guys. شو بدك تقول لهم يا حسونة؟ Let's go, boys. We're gonna pick the Superfly 6 shoes. Okay, and we're gonna pick the new Adidas Predator gloves. Let's go. Today we're gonna use this protection short, socks, neck socks, neck short, and the body under armor, and this kit. My name is written right here. I'm a dad too. Wait for it. Number 13, Dream Academy. Let's go, guys. Just insane grip, guys. Nothing to talk about. No, bro. No way, bro. Are you catching birds? Wait for it, guys. Oh my God. We are born to fly. I tried my best. Nice one, so close. Bro, you're not Ronaldo. It's time to fly, guys. Fucker. New video soon, guys. Don't forget to subscribe. Boom. Oh my God. بس قريب بس يبتش بعيد. قدرش قدام. هم نفسين مش ها. نجيب جول يا نجا.
Hey guys, welcome to my YouTube channel. Today we will show you how to improve your reaction speed training by 3 simple drills. Let's go. All you need is football balls, 2 or 3, doesn't matter, and tennis balls plus cones. First drill, we're gonna be using tennis balls. Second drill, we will be using random balls. This drill will effectively improve your reaction speed by touching the ball before the striker touch the tennis ball or the random ball. Okay. You ready? Yes. Go. 1 point. Go. 2 points. Go. 3 points. Come on. Go. Don't forget to subscribe, guys, for more drills.